السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين قناة شقوق للبيع بمكناس. اليوم تنتواجد في حي مرجان حدا الديكاتلون. اليوم تنصور واحد الشقة اللي في واحد الإقامة نتاع سفلي وثلاثة نتاع الطوابق، كل طابق فيه جوج نتاع الشقق. الشقة اللي تنصور اليوم جات في الطابق الأرضي، عندها جوج نتاع الواجهات. المساحة الإجمالية نتاع الشقة هو 60 متر، والثمن تاعها تتبقى ب31 مليون. هاد الشقة كما قلنا عندها جوج نتاع الواجهات، الفينيسيون الخدمة نتاعها زوينة ونقية. هاد الشقة تتكون من صالون مغربي اللي هو هذا تنصورو جاي على الدخلة، وجوج نتاع الغرف نتاع النوم ومطبخ وحمام. بالنسبة للناس اللي أول مرة تدخل القناة نتاعنا ولا تشاهد الفيديوهات نتاعنا، فما تحرموش راسكم من العروض اللي تنقدمو. كاين عندنا عروض مختلفة، كاين عقارات ولا شقق اللي صغيرة الحجم، وكاين الشقق المتوسطة، وكاين الشقق الكبيرة. فتنتمناو منكم دعموا القناة نتاعنا باش ان شاء الله تكون عندها الاستمرارية وتعطي المزيد في هذا المجال نتاع العقار. تنشوفوا هذاك الصالون اللي خرجنا منه، تلقاو الحمام في هذا الكولوار هذا اللي هو حمام مشترك، فيه كما تنشوفوا بلاصه نتاع السبيراتور، فيه الرشاش، وفيه التواليت اعزكم الله، وفيه لافابو. كاع الكولوار عاود تلقاو البلاصه نتاع لانترفون والبلاصه نتاع الرتاح نتاع الضو. وكاين عندنا هنايا واحد لي زيطاجير ممكن انهم يكون فيهم مثلا مكتبه، ولا يكون فيهم محطه نتاع الديكورات. داكشي تيبقى على حساب الاختيار نتاع كل واحد. هذه الغرفه الاولى اللي كما قلنا هاد الشقارة عندها جوج نتاع الواجهات. بالنسبة للصالون ولا الكوزينة ولا الغرف راه كاملين عندهم الإطلالة نتاعهم، كل شيء تيطل على الشارع. بالنسبة للصباغة راه الصباغة كاملة نتاع الشقة بلاتينيا. بالنسبة للتنجرة راه من نوع نتاع البواروج. هذه كما قلنا الشقة الأولى. هذه الشقة الثانية، كما تنشوفو القبس راه كامل فو بلافون. بالنسبة للسراجم ألومنيوم، بالنسبة للريدوات إلكتريك، بالنسبة للأرضية راه الفايانس من نوع الجيد. والثمن تاع الشقة هذه راه تيبان ثمن مشجع، تيبان الثمن أنه ثمن مناسب. قلنا الموقع نتاع الشقة هو مرجان حدا ديكاتلون، هذا الحي هذا اللي ما شاء الله تقريبا الأشغال بدات فيه تقريبا هذه واحد العام ولا عام ونص. وتبارك الله الحي راه تقريبا راه تبنى كامل، تسكن واحد 50% نتاع الناس اللي راه سكنت هنا في هذا الحي هذا، لان عنده واحد الموقع استراتيجي وعنده واحد الافاق اللي ان شاء الله في القدامة دي يكون واحد الحي اللي هو حي مزدهر. كما تنشوفوا الكوزينة ايكيبي، بالبلاكارات نتاع كما تنشوفوا. بالنسبة للرخام راه من نوع الجيد، الرخام من نوع نتاع الجرانيت. بالنسبة للجفنة اللي تنشوفو من نوع نتاع الإنوكس. بالنسبة للسانيتير راه من نوعية الجيدة. تنشكركم على المتابعة نتاعكم، نتمنو منكم تدعموا القناة نتاعنا بلي جيم وبلي كومنتير، والناس اللي مازال ما شاركوش يشاركوا القناة ويفعلوا الجرس باش حتى هما
يوصلهم الجديد وكل ما يهم العقار بمدينة مكناس. شكرا على المتابعة، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.